السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم كنتواجدوا حاضرة الدجاج البيئية اللي دارت في دوار إيمينتي زغت من طرف جمعية البدور وإيمينتي زغت للتنمية والتعاون. بخصوص هذه الحاضرة هذه كتكون من ثلاثة ديال الأجزاء. الجزء كيتكون من حاضرة الدجاج البيئية من مزرعة لقطيع من الدجاج البياض من السلالة المصرية، والجزء الثاني من المشروع كاين فيه واحد المساحة لإنتاج وتنويع الغذائي للدواجن بما في ذلك حوض لزراعة نبات الأزولا. والجزء الثالث والأخير هو عبارة عن حاضنة أوتوماتيكية لتوزيع الكتاكيت على جميع الأسر في القرية. بالنسبة لهذا المشروع هذا من بين الشركاء كاين الائتلاف المدني من أجل البيئة بأمل وصلوا سلو فود سويس ترافل وتعاونية التيار الفلاحية.